حرب الطرق بمدينة طنجة تواصل حصد المزيد من الضحايا بعد مصرع أزيد من 8 أشخاص خلال أسبوعين فقط بالمدينة. حادثة سير مروعة تنضاف إلى حوادث السير التي تشهدها المدينة. الحادثة وقعت صباح اليوم السبت وأوقعت 4 قتلى و17 جريحا، 6 منهم جروحهم خطيرة، وذلك بطريق البحرين الجديدة القريبة من مطار طنجة الدولي. انا خرجت من العمل في 6 الصباح، عندي الطرنود ليله السيمانه هذه، كان عندي النهار الاخراني اليوم، خرجت في 6 الصباح ومدوس من الطريق هذه، شفت هذه الفاجعه الكبرى هذه. هي اش نقول لك، الناس هنايا منشورين في الارض، يعني كل شيء امراه حامله، الرجل ديالها مفتوح، واحد الشيفور واغل في الطوموبيل، ما كاينش اللي جبدوه، غير الرجال الحمد لله تعاونوا مع بعضيتهم وجبدوه. ركبتها خير، لقيت الحادثه، لقيتها العافيه، لقيت الدخان وهذه، ما لقينا الناس طايحين، كل شيء طايح، الناس كيجبدوهم، لقيت الناس طايحين، كل شيء مجبد في الارض، الناس كباقيين كيجبدوهم، هذا اللي كان، ما قدرتش نشوفه حيث ورا، لقيت شي 8 ولا 10 هذا، المهم 3 ميتين. السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية هرعوا لمكان الحادث وعملوا على نقل جميع الضحايا بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات، فيما القتلى جرى نقلهم إلى قسم الأموات. ترونسبور هود، والترونسبور الآخر اللي جاي من المطار طالع، دار رومبون وطالع، مع دار رومبون وطالع دا الناس واقيلا ولا هذا، مشى الترونسبور ديالنا نيش، يعني ياما يهرب عليه وجابها فيه نيش، باش جاي باش جا، ما هو هذاك. شحال الجرحى وشنو انا كيبان لي دابا لا ماس شي 5 وقيلا، هذوك النهار اللي كاين اللي مات قدامي، شفتو قدام عيني، خرجت الروح، وكاين اللي مسكين مجروح حتى هو حسبو ميت ما كيتحرك، انت كتشوف انا ظهري مره مغزز ورجلي هاتي كتشوف رجلها. وبمستشفى محمد الخامس بطنجه تم تكوين خليه ازمه بإشراف من والي الجهة محمد مهدية، الذي قام بزيارة للمستشفى رفقة مسؤولي المدينة لتتبع حالة الجرحى الذين يتلقون العلاجات الأولية، فيما فريق طبي يواصل إخضاع بعض المصابين لفحوصات، كما تم إجراء عمليات جراحية عاجلة. هذا الصباح ديال السبت استقبلنا ضحايا ديال حادث السير، العدد ديالهم 17، فيهم 3 ديال الاموات و17 جريح، منهم 6 حالات حرجه و6 حالات يتم التتبع ديالهم في قاعه قسم الملاحظه، وواحد جوج حالات اللي خرجوا، يعني 14 حاله في المجموع، فيهم حالات اللي غادي فيهم اللي غيدير لهم عمليه جراحيه مستعجله، من ناحيه واحد 4 ديال الحالات هذا، والبقيه راه في التتبع والملاحظه والتكفل العلاجي ان شاء الله.